اللي انت عاملها دي اقفل الهباب ده. ايه يا دولا مش عاجبك ما تسمعش يا عم. مش عاجبك ما تسمعش وبتبوق معايا كمان. ولا غير المحطه يلا. ايه يا دولا هو ده يا عم ما بيطفيش ولا بيعلى ولا بيوطى. غير المحطه بقول لك. يا عم بقاله اسبوع لازق في المحطه دي. الله بتقول ايه؟ والله يا فندم انا جاي بس علشان انت جاي من مين؟ طيب المحطه اتغيرت. شفت يا دولا؟ اسكت بقى اسكت بقى. بس يا دولا انا عايز المحطه دي بقى. انت بتنقي. اسكت. مساء الخير واهلا بيكم معانا النهارده في حلقه جديده من برنامجكم اهدي اخلاقك. معاكم الدكتور الشلبي شلبي. الراديو ده يلاب سبعة ارواح ولا ايه؟ ايوه تقول اصل انا كل يوم بنقعه ساعتين في المايه والصابون. صباح الخير مريض العزيز. مريضي؟ اقفل يا عم. مريضي ايه؟ طبعا كل واحد فاكر نفسه مش مريض وبيقول هو مين ده اللي مريض، وبيقول كمان هو الدكتور شلبي شلبي ده خرف ولا ايه؟ ولا الراديو ده ملوش حل غير انه يترمي. هاتوا لا يترمي في الشارع بقى. هاتوا. اوعى تكون خفت وعارف تهرب. الراجل ده قصدك انت؟ بس يلا بس اسمع كلامي للاخر وبعدين قرر. ماشي اتفضل يا سيدي. ايوه كده اهدى. موضوع النهارده عن الوفاء بالوعد. جاتني رساله من المريض عين سين صاد بيقول انه فقد ثقه اسرته فيه وانهم ما بقوش يصدقوا حاجه بيقولها وبيعتبروا كلامه تحصيل حاصل. ده لانه لازم يبقى راجل شديد في بيته، يعني مش اي كلام. صح يا دولا عندك حق. انت مالك. انا شايف ان الراجل هو اللي بيوفي بوعوده. مشكلتك يا عين سين صاد بتكمن في انك ما بتوفيش بوعودك مع اسرتك وبالتالي فقدت احترامك وسطيهم. ازاي يا دولا الكلام ده؟ طب ما انت يا عم هون عمرك ما بتوفي بوعودك لحد يعني، وبالرغم من ذلك اسرتك كويسين الحمد لله. بالرغم من ذلك انت بتتكلم ليه؟ يا لما تسكت يا لا اسكت، خلينا نشوف الراجل بيقول ايه. احيانا الواحد بيتهيأ له انه موفي بوعوده وما عندوش اي مشكله، لكن ده مش صحيح. روح واسال اسرتك وانت تعرف هم شايفينك ازاي. اسالهم قبل هم ما يسالوش فيك. ودلوقتي مع السلامه. مع السلامة ايه؟ مع السلامة ايه؟ والراجل جاي يقلقنا وماشي ولا ايه؟ ايه يا دولا بقى يا عم تسيبه بقى يا عم. انت ايه اللي قلقان يعني في ايه؟ ايه اللي قلقان في ايه؟ ما هو قال لي كلام يقلق صراحة، يعني ما ممكن يكونوا في البيت فعلا ما بيثقوش فيا. ما هو قال لك يا دولا روح اسألهم يا عم والمية تكدب العطشان. لا كده بنت ممكن ابقى انا فعلا، ممكن ابقى انا. ليه يا دولا ممكن تبقى انت ليه يعني؟ ما هو قال لك عين سين سقط. طب الراجل ده ليه ما قالش يعني عصص؟ لازم عين سين صاد. فاكر عين سين صاد يعني عصص؟ لا يلا عادل سعيد صابر عين سين صاد. يا راجل انا بحسبه اسمه عصص يعني. لا ما اي حد بيبقى له اسم حركي يلا. طب وانا دولا ليه برضو اسم حركي؟ طبعا. ازاي يا دولا يعني؟ يعني انت اسمك الحقيقي رمزي، اسمك الحركي يبقى جيم زين ميم ته مربوطه. جزمه؟ بالظبط كده. رانيا انا كنت عايز اسالك، يعني هو انت بتثقي فيا؟ هو انت خنتني يا عادل؟ معقوله يا رانيا خنتك ايه يا ماما؟ حكايه ان واحد يخون حد ده يعني بتبقى محتاجه تفرغ، الواحد يبقى فاضي، زائد بتحتاج امكانيات وانا ما عنديش الامكانيات دي صراحه ان اخونك يعني. يبقى انت عايز تخني، واول ما هتجيلك الفرصه للصفع هتصفع. انا عايزك انت تصفع عني يا رانيا لو سمحتي. خش في الموضوع يا عادل. رانيا هل مثلا انا مره وعدتك بحاجه وما كنتش على قد ثقتك بيا؟ طبعا انت عمرك ما وعدتني بالحاجه الا وكنت متاكده انها عمرها ما هتحصل. اساسا اول ما بتوعدني بالحاجه بينتابني احساس وشعور بالياس الشديد وبرفض اصلا الشيء ده انه يحصل. رانيا لو سمحتي ما توهنيش، خليكي محدده. ايه اللي انا وعدتك بيه مثلا وما نفذتوش وما كنتش على قد ثقتك؟ عادل ارجوك مفيش داعي نخوض في المخاض اللي اتخاض فيه قبل كده. قصدك يعني بلاش نحكي في المحكي. ايوه. لا احكي بقى يا هانم، احكي اتفضلي وقولي لي ايه اللي انا وعدتك بيه وما عملتوش. اوكي انت اللي جبته لنفسك. فاكر يوم عيد ميلادي وما وعدتني ان انت هتجيب لي عمرو دياب يغني اليوم ده، رحت جايب لي مغني مغمور اسمه توسن. ماله توسن؟ توسن ده زي الفل. هو في مطرب زي توسن؟ لعلمك بقى انا كشاعر يعني بتنبأ لتوسن ده انه هيعدي عمرو دياب.
عادل لو سمحت مفيش داعي نتناقش في منطقة منقوشة قبل كده. منقوشة؟ بتلجأي للهجة اللبناني يعني عشان تتوهيني في الحوار؟ لا يا ماما، أنا حافظ لغات كويس. أوكي يا عادل، خد عندك دي كمان. فاكر لما قلت لك إن أنا عايزاك تشتري لي عربية؟ قلت لي على أول الشهر هجيب لك عربية 4x4 موديل السنة. حبيبتي دي ما تعتبرش وعود، دي تعتبر اشتغالات. هكس بضحك عليكي، لكن أنا عايز مثلا وعود اللي أنا بنفذها. يعني مثلا هل مرة طلبت مني ربع كيلو جبنة رومي وأنا ما جبتهوش؟ هل مرة طلبت مني نص كيلو زيتون محشي مثلا وأنا أكلته في السكة وجبت لك الكيس فاضي؟ أنا كده فهمت حضرتك، حضرتك عايز تنزل لقاع. أوكي انا هنزل معاك لقاء يا عادل. اخر مره حصلت حاجه من اسبوعين، طلبت منك يا عادل ان انت تخرجني تعشيني بره. ايه اللي حصل؟ صراحه يعني كبرت دماغي وما خرجتكيش. يعني اديك رديت على نفسك. هل تعتقد يا عادل يا ابن حماتي انعام بعد كل التجارب المريره اللي مرت على مدار السنين اللي فاتت اقدر ازرع ثقتي فيك؟ وليه يا حبيبتي نلجأ للزراعة إذا كان الموضوع منبت لوحده وانجلته باينة؟ تقصد تقول إن إحنا محتاجين نتعامل مع الأسمدة العضوية النيتروجينية؟ ممكن ما نلجأش للأسمدة، ممكن مثلا نلجأ للري بالتنقيط. بس أنا مش فاهمة يعني إيه موضوع التنقيط ده، ممكن تفهمني؟ يعني مثلا لو أنا عزمتك في مطعم زي ما أنت عايزة، هل بعد كده هتنقطينا بسكاتك؟ على حسب نوع العشاء والمكان بتاع العزومة. خلاص كان فاخر إن شاء الله. عدد واحد، عشاء فاخر في مطعم فاخر لرانيا. أوكي؟ ثقة إيه اللي أنت بتتكلم عنها؟ الثقة يا سناء، الثقة يعني لما حد بيبقى واثق في حد ان هو هيعمل حاجة طلبها منه ويبقى واثق ان هو يعملها له يعني. طب ما دي حاجة انت ابعد ما يكون عنها. انت بتتكلمي ليه اصلا؟ انا ما بوجهش كلام ليكي. ماما انت بتثق فيها ولا لا؟ من ناحية ايه يعني؟ يعني هيكون من ناحية ايه يعني يا ماما؟ هتكوني بتثق فيها من ناحية اليمين وما بتثقيش من ناحية الشمال؟ بتثق فيها من ناحية التعامل؟ ليه يا عادل عايز تنقش في المنكوش؟ ايه الحكاية دي؟ واحدة تقول للمنقوش والتانية تقول للمنكوش، هو في ايه بالظبط؟ هو ايه اللي في ايه بالظبط؟ يعني تفضل ساكت وتسيبنا احنا ساكتين بدل ما تجيب لنفسك الكلام؟ لا انا عايز اجيب لنفسي الكلام وانت ما تتكلميش لو سمحتي، خلي ماما هي اللي تتكلم. يا عادل ليه عايز تفتح على نفسك فتوحه؟ افتح يا ماما، الورقه والقلم موجودين اهي، وعايز بس اعرف انتوا في حاجه مضايقاكم مش واثقين مني فيها. ماما بصي، هو اللي جاب لنفسه عمال يقول افتحوا افتحوا، اديله بقى في جنبه ما ترحموش، بس سيبي لنا الظهر والسنين. معلش يا ابني على عيني. فاكر لما كنت في ابتدائي وجبت لك كشكول وقلت لي انك انت هتخلصه على اخر السنه وخلصته قبل سنه ما تخلص؟ يا ماما كشكول ايه يا ماما؟ كشكول ايه؟ ماما اولا ده ما كانش كشكول، دي كانت كراسه 30 صفحه، ثانيا سناء كانت واخدالها صفحتين من النص، ثالثا انا خلصت الكراسه دي قبل ما الدراسه تخلص باسبوع، رابعا ابتدائي ايه يا ماما؟ ابتدائي ده انا بقيت زي الشحط، جايه بتفكريني بابتدائي يا ماما. ماما قصدها ان اللي فيه طبع ما بيغيروش يا عادل. طب فاكرة انت يا سناء لما وعدتك ان انا هجيبلك العقد الاصفر فازرق اللي احنا شفناه في بوتيك علا انا وانتي؟ وعدتني ومجبتوش. ومش هجيبه، مش هجيبه. وعايزك بقى ما تثقيش فيه يا سناء، الغيني الغيني من حساباتك. الغيك يعني حلغي في الملغي اساسا. سناء لو سمحتي ما تتكلميش، انا بتكلم مع ماما. ماما افتكري اي حاجة تانية يا ماما غير موضوع الكشكول ده يا ماما؟ يعني في حاجة انا وعدتك بيها وما كنتش قد الثقة يعني؟ فاكر لما وعدتني انك تخرجني في المطرة يوم اجازتك وما خرجتنيش وانا بحب الخروج في المطرة؟ يا ماما ما هي ما مطرتش يوم اجازتي يا ماما، ساعتها بقى مش مفروض ما تثقيش فيا، مفروض ما تثقيش في الجماعه بتوع الارصاد الجويه، ليه تاخديني بذنب الارصاد يا ماما؟ ماما طيبه وغلبانه وما بتعرفش تتكلم على حقوقها، تحب اقول لك انت وعدت ماما بايه وما وفيتش بيه؟ لا ما تقوليش. لا هقول، لا هقول، لا هقول. فاكر في عيد الام اللي فات لما وعدت ماما انك تجيب لها بالطو عشان ينفعها في الشتاء؟ ازاي الحكايه دي راحت عن بالي؟ البلط الصوف ايه ده وانا ما جبتوش؟ لا بس يا ماما فاكره انا ساعتها بقى جبتلك جوانتي وكان صوف برضو. جوانتي ايه يا ابو جوانتي؟ جوانتي ايه اللي بخمسة جنيه ده من عند الفرشه اللي قدام بوتيك علا؟ انت كان بينك وبين البوتيك خطوتين، لو مديت رجلك كده كنت دخلت البوتيك وجبت لمامتك حاجه عليها القيمه من البوتيك الشيك. خلاص خلاص خلاص، ادي بلطو صوف انجليزي لماما وعقد الاصفر فازرق لسناء.
ماما ما تضغطيش عليا زياده عن كده، انا مش عايز اجيب لي سنه حاجه. ماما انا ما بحبهاش يا ماما. يا عادل عشان تثق فيك. ماشي ادي اهو اسمه ايه ده، عقد اصفر فازرق لسناء، بس هجيبه بقى من على الفرشه اللي قدام بوتيك علا. لا من مكان الشيك وبوتيك علا. مش هجيب من البوتيك. لا بوتيك علا. من الفرشه. ماما مش هجيب من البوتيك. وعودات ايه يا عادل؟ احنا ساكتين بمزاجنا، وبلاش بقى تبلف في المبلوف. تبلف في المبلوف؟ يا نهار ابيض، انتوا بتتعلموا الكلام ده منين؟ ابي يا عادل، الثقه محتاجه وقت كبير عشان تتكون بين الطرفين. يا سلام، ده على اساس ان انت بتكلمي يعني زميلك في الجامعه طرفين ايه يا نجلاء؟ بص بقى يا عادل، احنا هنكلمك بصراحات، واوعى تفتكر ان في استغلالات. لا طبعا يا حماية، انا عارف ان انت استحاله تستغليني طبعا. من فضلك يا عادل، انا عايز دولاب بدورين، دور لي ودور لنجلاء. وانا كمان عاوزه مرايه طويله مترين عشان اعرف اشوف لبسي كله مش نص ونص. وبعدين بقى انا عايزه اغير كل الاضاءه اللي في الاوضه واعملها اندايركت لايت. وانا عايزه ورق حيطه للاوضه. بصوا واضح ان الطلبات دي لسه مفكرين فيها انتوا دلوقتي حالا. يعني بالنسبه للاتوبيس ابو دورين. ايه اتوبيس ايه عادل؟ انا بتكلم على دولاب. والله ما تفرق، اتوبيس بدورين، دولاب بدورين، سرير بدورين، كده كده مش هجيبه، فما تفرقش يعني. طب والمرايه المترين؟ يا نجلاء، مرايه مترين هتضحك عليا انا. انت اساسا متر وخمسة سنتي، عايزه مرايه مترين تعملي قصادها ايه؟ تقعدي قصادها انت واحده صاحبتك طويله مثلا؟ طب خلاص خلينا في ورق الحيط. ورق الحيطه ايه بقى؟ هتكتبي عليه محاضرات ولا ايه؟ يا جماعه انا بسالكوا، هل في حاجه انتوا طلبتوها مني قبل كده وانا ما جبتهاش؟ مش بقول لكم ايه اللي انتوا نفسكوا فيه وانا مش هجيبه؟ اوكي يا عادل، في قفشات دلوقتي انا قفشتك فيها. ها؟ انت فاكر يوم وعدتني فالنتاينز داي انك هتجيب لي الكتاب بتاع الشعر الكبير قوي نايلان هتلر؟ هتلر ده بالذات ما قدرش اجيبه يا حماتي، لان ممكن يتقبض عليا بيه صراحه يعني. يبقى انت كده بقى وعدت وخلفت. خلفت فعلا، اللي خلف ما ماتش. وعدت واخلفت يعني تقصدي؟ ماشي ما بس هجيبه ادي اهو، كعدد واحد كتاب نايلون هتلر هيكلر هتلر. واكتب عندك كمان عاوزه لينسز الترا جراي اصلي. انا وعدتك بيها قبل كده دي ولا ايه؟ ايوه السنه اللي فاتت. السنه اللي فاتت. لينسي لينس ارتا. لا بصي ممكن تكتبيها انت عشان لو انا كتبتها اجيب لك حاجه غلط مثلا للودان ولا بتاع. عدد واحد عشر رومانتيكي في مطعم فاخر، عدد واحد بلطصوف، عدد واحد عقد اصفر فازرق من على الفرشه، عدد واحد كتاب نايلون هيكلر. بابا عايزه ايه يا ياسمين؟ انا مش بثق فيك. ده انت سمعتينا بقى. ايوه ابو، عايزاك تجيب لي البقى اللي انت وعدتني بيه. بصي يا ياسمين يا حبيبتي، بلاش 13 في الملطوش عشان ما بهدلكيش ولطوشك، ابعدي عني. لا بقى مش هبعد. اسمعنا، ماما نقشت في المنقوش، وتيتا انعام نكشت في المنكوش، وتيتا مجيده بلفت في الملبوف. الملبوف؟ يا نهار ابيض. لا طب ماشي، اتفضلي حضرتك، اتفضلي حضرتك، التوشي في الملطوش، ايه طلباتك؟ وعدتني بعجله وما جبتهاش، وعدتني بلابتوب وما جبتوش، وعدتني بموبايل وبرضه ما جبتهوش. ده احنا كده عدينا مرحله اللطش في الملطوش ودخلنا على مرحله النفخ في المنفوخ. عشان الثقه ولا ايه؟ ماشي الثقه. طب ممكن يا ياسمين يا حبيبتي يعني نقسم حكايه الثقه دي؟ ممكن نقسطها؟ يعني ايه؟ يعني الاول اجيب لك العجله، ها، عشان ما نبقاش بنتلف في المتلوف. ابوس ايدك يا دول لما توفيش بوعدك معايا. لا يا رمزي، لا 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 لا، انا وعدتك لازم اوفي بوعدي يا ابني، انا عايزك تثق فيا، ما دام وعدتك هرفدك هرفدك، لازم تثق يا ابني. يا دوله انا مش عايز اثق فيك خالص يا دوله. يعني ايه؟ لا 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 لا، انا لازم اوفي بوعدي وخلاص. انا وعدتك ان ارحلك على بلدكو، تذكره الميكروباص حجزتها، تاخدها وتتكل على الله، روح بلدكو يا رمزي. يا دوله يا دوله، ابوس ايدك يا دوله والنبي يا دوله، خليك يا عم انسان منافق وكذاب وغشاش وخلاف للوعود يا دوله، ولو لمره واحده بس في حياتك. يعني عايز نعمل ايه؟ عايز نعمل ايه؟ ابيع ضميري؟ ابيع اخلاقي؟ ابيع قيمي ومبادئي؟ اشتريهم انا منك يا اخويا. واذا كان على الفلوس يا عم ما تحملش همهم يا دوله.
بعملش هموم ليه؟ انت محوش ياد ولا ايه؟ دولا بقى حاجة بسيطة كده على قد ما قسمت يعني، وكنت محوشهم علشان لما تقلب اصلك بيا. اقلب اصلي يعني اساس ارفدك. محوش بقى كام يا نصاب يا حرامي يا لص؟ هم تدولا هم تخويا 8 جنيه وربع دولا. 8 جنيه وربع؟ محوشهم من ورايا؟ يا حرامي يا لص، 8 جنيه وربع، ده انا ابن عمك يا رمزي، بتسرقني يا رمزي، 10 سنين معايا في البازار ومحوش مبلغ ضخم زي كده، 8 جنيه وربع. هتعيط؟ هتعيط؟ ليه؟ انا عملت لك ايه يا ابني؟ ده احنا كلنا بنحبك يا رمزي، بنحبك وبنقعد نقول لك ارقص يا رمزي، كسر يا رمزي، في النهاية عايز تحترف في بازار تاني في سويسرا. مين وراك يا؟ عدد 11 رومانتيكي في مطعم فاخر. طبعا يا رانيا يعني انا سالت على حكايه العشاء في المطعم الفاخر ده، لقيته هيكلف على الاقل 500-600 جنيه. يا بلاش يا بلاش. طبعا طبعا حضرتك يا بلاش، لان انت مش دافعه حاجه من جيبك، انا اللي غرمان كل حاجه يعني. عدد 1 بلطو صوف عشان ماما. ماما انا سالت على البلطو ده، لقيته في بوتيك علا ب 500 جنيه، غير ال5 جنيه بتاعه العقد الاصفر فازرق بتاع الاخت سناء. يعني الفلوس دي كلها هجيبها منين؟ هجيبها منين؟ طبعا هتجيبها منين عشان خاطر سناء، لكن ال500 وال600 اللي بتطلعهم بالهبل كده ده عادي. سناء لو سمحتي بعد اذنك ما تقاطعنيش، اما يجي دورك في الكلام ابقى اتكلمي براحتك. بالنسبة بقى لعدد 1 كتاب نايلون هيكلر، حماتي معلش أنا سألت على الكتاب ده، لقيت إن فيه صعوبة يدخل مصر، من الممنوعات، ما ينفعش يدخل لنا خالص، لكن في واحد هقدر أجيبه منه ب1000 جنيه، بس أي حد ممكن يروح يستلمه من حلايب. ما يا عادل برضو المثقفات محتاجة لتضحيات. تضحيات؟ طب وأنا ضحي ليه؟ ابعتي الهانم تروح تستلمه هي من حلايب. حضرتها طالبالي عدسات لونها مش موجود أصلاً، مفيش بني آدمين لون عينيهم كده يعني. إيه ده؟ لا في طبعاً، مهاب صاحبي في الجامعة. ده مامته صربية وبابا صومالي. مامته صربية وبابا صومالي؟ طب يحمد ربنا ان هو عايش لغاية دلوقتي يعني. العمار بيد الله يا عادل. ايوه ماما على رأيك. المهم يا جماعة انا عايز اقول لكم ان انا كان نفسي بجد، كان نفسي اجيب لكم كل طلباتكم، مش بس الطلبات اللي انتوا طلبتوها مني، انا كان نفسي اجيب لكم اكتر من كده، كان نفسي اجيب لكم اي حاجة حتى انتوا بتفكروا فيها، مجرد ان انتوا بتفكروا. بس انا اعمل ايه؟ انا معيش فلوس اجيب لكم كل الحاجات دي. انا كل اللي احتكم عليه في دنيتي هم 8 جنيه وربع بس جايبهم من واحد بدون ذكر اسمه، يعني اسمه رمزي. احنا مصدقينك يا عادل وبنثق فيك. ربنا يخليك لي يا ماما، ربنا يخليك. انا مش عارف اقول لكم، انا اسف يا جماعه، انا اسف. no, انا اسف. نو 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 بليز دونت سي سوري يا عادل. بصراحه احنا لما طلبنا المتطلبات دي احنا كنا بنستغلك يعني علشان المصلحات بتاعتنا. ربنا يخليك لي يا حماتي، ربنا يخليك لي، يعني بشكرك على الصراحه اللي انت صريحه فيها دي. ماشي يا بيبي، بالنسبه للعشاء الرومانسي اللي انا كنت طالباه مش ضروري يعني يبقى في مطعم فاخر، يعني ممكن احنا نبعت نجيب 2 كيلو كباب وكفته وفرختين وحمامتين وشويه سلطات وشوربه ونتعشى في البيت بقى. هو ده كده يبقى عشاء رومانسي؟ ده كده رومانسيه الجوع يا ماما. عادل انا ممكن اريحك واقول لك تعمل ايه علشان ترضينا. انت بالذات ما تتكلميش خالص يا سناء. انا بقول لك اهو، انا لو معايا 1,000,000 جنيه مش هجيب لك العقد ابو 5 جنيه اللي انت بتقولي عليه ده. يا جماعه ارعوا ظروفي، يا جماعه ارعوا ظروفي لو سمحت. اطمن يا عادل، احنا براعين ظروفك وعارفينك كويس، واللي ما تقدرش تجيبه السنه دي تجيبه السنه الجايه، المهم نكون مع بعضينا. ربنا يخليك يا ماما، فعلا لازم نكون مع بعضينا. يعني انتوا مش زعلانين مني بجد يعني؟ لا. اوكي. بابا. ايه يا ياسمين، انتوا جبتوني ليه؟ اهو فراغ بقى يعني، ما لقيناش حاجه نعملها قلنا نجيبك يعني. طب انتوا جبتوني ازاي؟ يلا بابا بجد، انتوا جبتوني ازاي؟ جبنا بقى ايه، شويه سكر
ورفعنا السجادة وحطينا السكر تحت السجادة، جينا الصبح لقيناك على طول. طب انتوا لقيتوني تحت السجادة ولا لقيتوني على الكنبة؟ ياسمين ياسمين بص الساعة كام دلوقتي ولغاية دلوقتي لسه صاحية؟ اتفضلي خش نام، يلا خش نام، تصبح على خير. لو ما كنتيش بنتي كنت موتي. تعبان بيبي، كنا عايزين ننزل نجيب من تحت ال الايه الايه. انا ما بصدق الاقي سرير. ايه ده؟ سرير. تخيلي يا صباح الخير. يا سلام. طب قوم افتح الباب بقى. احنا نعمل نفسنا مش موجودين في البيت اساسا. عادل افتح الباب. اوه يا رانيا، وكل حاجه انا اللي اعملها. بقول لك تعبان وما صدقت لقيت سرير تقولي افتح الباب. حاضر هفتح الباب. حاضر. المكواجي بيخبط، تعالى بقى اتفضل خد الفلوس بتاعته. كمان اجي اخد الفلوس. حاضر يا رانيا، حاضر هاجي اخد الفلوس. هاتي حضرتك. لا يا حبيبي، مد ايدك الطهره وخدها من هنا. كمان امد ايدي؟ يعني بتتعبيني اكتر. حاضر حاضر. انت مين وعايز ايه؟ انا نادر وعايز اتجوز بنت حضرتك. ايه؟ انت شفتها فين بقى؟ انا اول مره شفتها صدفه، وبعد كده قررت ان انا يعني ادخل البيت من بابه. تدخل البيت من بابه؟ لا والله براوة عليك يعني. وبعدين مساله عجيبه قوي، انت مش شايف يعني ان هي صغيره عليك؟ يا عم الحاجات دي ما بقتش تفرق معانا خالص على فكره. وبعدين يا عم يعني انا شاب جاهز وعندي شقه وعندي عربيه بتاعتي والموبايل ابو كمرتين كمان. موبايل ابو كمرتين؟ حلو قوي. وانت اهلك موافقين على كده؟ طبعا موافقين وبيشجعوني كمان على كده، علشان اكمل حياتي مع البني ادم اللي انا اختارها قلبي. اختارها قلبك ياد ورجلك ياد لغايه دلوقتي بتخاف تنام في الضلمه؟ انا هقف جنبها يا عمي لحد ما تتغلب على خوفها من الضلمه. لا حول ولا قوه. بص لغايه دلوقتي بتلعب بالعرايس. انا هجيب لها عرايس يا عمي وهلعب معاها كمان بالعرايس. يا عمي انا اتكلمت معاها والله العظيم، وهي يعني شبه موافقه. اتكلمت معاها من ورايا؟ بتقرطصني يالا؟ يا عم انا ما كانش قصدي اقرطصك خالص على فكره. انا ما اتكلمتش معاها كتير، حبه صغيره. حبه صغيره؟ يا هانم انت يا هانم، تعالي شوفي بنتك. انت يا هانم في عادل، انت بتزعق كده ليه؟ اللي حصل؟ بزعق كده ليه؟ قلتلك 100 مره ما تفكيش الضفاير بتاعه البنت. انت قلتلي من غير ضفاير هتبقى احلى بكتير، ومشيتيها لي بزعرورتين. اتفضلي الزعرير بتاعتك يا هانم. الهانم الصغيره ماشيه بتتعاكس من شباب الحته، وادي العينه الكابتن نادر. يا عم نادر بيعاكس الهانم وهي ماشيه، فاكر ان هو لمجرد انه عنده بتاع ده شقه وعربيه وموبايل بكاميرتين ان انا هوافق ان انا اضحي ببنتي بضنايا، ومش بعيد يكون بيقرطصنا وبيركب معاها المراجيح من ورانا. يا عمي انا اخرس خالص. بابا هو مين ده؟ مين ده؟ يا نهار اسوح، انت خلاص من كترهم بقيت تتلخبطي فيهم. ايه يا جماعه الدوشه دي؟ ايه ده؟ انت ايه اللي جابك هنا؟ هو انا يا ابني مش قلت لك ان انا عمري ما هرتبط بيك؟ هما قاعدين جوه بيعملوا ايه؟ طب اروح واجي تاني؟
وانت فاكرني جاهل عشان اخطب البنت الصغيره ده. عادي يعني؟ ايوه يعني ايه عادي يعني؟ بنتي يا مسهويك انت، انا قاعده مزنوقه جنبك في اوضه بقالي 3 ساعات، احكي حكايته وما تعيش تهتهي. ما سيبيها تتكلم بقى انت كمان، اف شت اب. قولي يا حبيبتي، قولي احكي. ابدا، من كام يوم كنت ماشيه في الشارع مزوغه من الجامعه يعني ورايحه اطلع، فجاه لقيت الواد المعفن ده فضل ماشي وراي. طبعا انا نفضت له لان هو باين عليه واد صايع وضايع، وانا في العادي بتعكس من عيال اجمد من كده بكتير قوي. المهم النهارده عمل حاجه غريبه قوي، فضل ماشي ورايا، جه ورايا هنا لحد العماره، قعد يقول لي كده في كلام غريب، اتجوزك واكلم اهلك. طبعا انا يا مامي نفضت له وطلعت هنا البيت. برافو عليكي يا حبيبتي قلبي، هو ده بقى التربيه بتاعت الماما. برافو يا بيبي. يا نهار ابيض، وانت كنت بتسمعي حكايه غير اللي احنا بنسمعها يا مجيده ولا ايه؟ اصبري بس يا بنتي، الامور لسه ملتبسه في بعضها. انا رايي ان احنا نشوف حكايه الولد دي الاول. انا بقول حاجه، احسن حاجه ان احنا نتقل عليه كده شويه، ها، وبعدين نشوف هو عايز ايه بالظبط. انت رايك ايه بقى يا نجلاء؟ والله يا رانيا انا تقريبا كده مش هعرف اخد قرار طول ما الزحمه دي موجوده. اه يا حبيبتي معاكي حق يا قلبي، يا ريت بقى اللي له كلمه كويسه يقعد، واللي ملوش كلمه يا ريت ينجر بره الاوضه دي. يعني الكلام ليكي يا جاره. ها مقلوبه حبيبتي، مش هتلاقي حد في الدنيا او في القعده دي عنده خبره في الزواج والعرسان قد دي. خبره هديكي معلومات جوجل. اختك ديت الخيبانه اول ما دب جالها اتدبت على بوزها واتجوزته، فما عندهاش خبره خالص. يا حرام، فعلا معاكي حق فعلا. شفتي مامتك معايا على فكره، انت معاكي حق فعلا، انا اتدبيت، انا ما انكرتش، بس على الاقل المدب اللي انا اتدبيت فيه احسن بكتير من المدب اللي حضرتك اتدبيتي فيه. لذلك ارجو الصمت والخروج، وانا بس اللي هقدر اقول رايي في الموضوع ده. ميرسي ميرسي على المقاطعه. انا مستنياكي برا. اي نصيحه؟ المدب اللي بتتكلموا عنه ده يبقى ابني اللي قواكوا في بيته بيصرف عليكوا يا غجر. يا سلوم قويكوا انتوا كمان يا غجر، انتوا كمان ما بتتكلموش. اسمعي بقى شتب، ومش وقته خالص الكلام انت بتتكلمي تقولي ايه. على العموم انا سايبه لكم الاوضه وماشيه. يا ريت تردي. فيسه فيسه. شايفه ان احنا ناقصنا انفورميشنز كتيره جدا عن الولد ده، فانا من رايي ان احنا ممكن نجيب صوره حديثه ليه نقارنها على الانترنت بصور المجرمين العتاد دول، يعني بحيث ان احنا نطمن ان هو راجل ما عندوش اي مشكله يعني، وان هو مش منتحل شخصيه كده ولا كده، فاهماني يعني؟ اللي هو بصي يعني انا حبيت اساعدك، بس حيث انك مش عايزه فانا ممكن اخرج من الاوضه بكرامتي على اساس ان احنا اخوات يعني. حبيبتي انت برافو عليكي اللي انت عملتي، انت لازم تاخدي راي ماما في كل حاجه. ما طبعا انت عارفه رانيا اختك لما جت تتجوز عادل هي اخذت رايي، وانا بقى اللي اقنعتها عشان تتجوزه. اختك بتنادي عليا. ايوه رانيا، ايوه جايه. انتي عارفة ان العريس ده كان جايلي انا الاول، مش كده؟ بص بقى، انا جيت اقعد معاك بس عشان اخلص من الزن اللي عندي في البيت، فياريت يعني تحاول تفهم وتقدر وبلاش تضغط عليا. بس انا ما كانش قصدي اضغط عليكي خالص على فكرة. يا سلام، امال كل يوم بتطب علينا في البيت وعمال تجيب لي الجاتو وعمال تصاحب على جوز اختي، كل ده بتسميه ايه؟ صحيح الجاتو اللي انا جبته امبارح عندكم عجبك؟ بصراحة كان حلو قوي، بس ده مش معناه اني موافقة على اللي بيحصل.
نجلاء انا عندي كلام كتير قوي عايز اقوله لك. وانا عندي مغص من امبارح. بقول لك ايه؟ ايوه. انت مش التيب بتاعي وفي حاجات كتير قوي محتاجه افكر فيها قبل ما اخد القرار. ابوط خلاص فكري براحتك وانا مش هاجي عندكم تاني لحد ما تاخد القرار ده. اهلا ازيك يا نادر؟ اتفضل اتفضل. متشكر. يا ترى نجله وصلت لقرار ولا لسه؟ لا لا لا. ولا لا؟ لا 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 لا. يعني ولا لا 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 يا عادل؟ ولا لا؟ لسه بتفكر. لسه بتفكر. اتفضل اتفضل. لسه بتفكر لسه بتفكر الهانم لسه بتفكر. طيب انا هقعد بقى استناها لحد ما تفكر. ماشي. تشرب شاي وجاتوه مثلا؟ يا ريت. انت جايب معاك جاتوه؟ لا. طب اعمل لنا بقى شاي. ايه مش اختك؟ وبعدين الهانم بقالها قد ايه بتفكر وانا عايز اخلص. الواد داخل خارج داخل خارج. ما ينفعش الكلام ده. ما ينفعش نفضل مستنيين طول العمر وهي الهانم حابسه نفسها في الاوضه فاكره نفسها زبيده ثروه. انا عملت كل اللي اقدر اعمله وهي مش عايزه تقتنع بارائي اطلاقا بسبب جوازتي منك. من انا؟ اشمعنى؟ هو والله هو كده بقى. هي مش مقتنعه برايي اساسا. انت مش عاجبك اتفضل خش اقنعها، لان انا بصراحه اطلقت كل طاقاتي وعنان تفكيري وهي ما فيش فايده فيها. ثورجيه. ثورجيه دي يعني انا اعمل ايه دلوقتي؟ الواد اللي داخل خارج داخل خارج شكلي بقى وحش. انت ايه؟ ها عملت ايه؟ جهزت العده يا معلم؟ ظبطت كل حاجه. يلا. بقول لك ايه؟ هي نجله واخده كل الوقت ده في التفكير ليه؟ ما هو لسبب بسيط جدا، ان ده قرار مصيري. واوبا ايه ده؟ انت اتحسنت قوي كده ليه؟ ايوه يا معلم، من ساعه ما انت سبت لي ده امبارح وانا طول الليل بقى سهران عمال اتدرب لك. عادل. عادل. ايه؟ ما تقوم يا عادل تكلم نجله. ايوه هكلمها. جون. لا مش جون. انت ما تحسبش، ما انا كنت بتكلم مع رانيا. ايه يا رانيا عايزه ايه؟ عايزاك عشان تقوم تكلم نجله يا عادل. هتكلم معاها بس بعد ما ادرس اخلاق الواد. الواد اصلي صراحه عايز دراسه جامده جدا. انا اسف. قول لي بقى انت ايه اللي عجبك بقى في نجله بقى يا معلم؟ مش عارف اقول لك ايه ولا ايه، بس انا اول ما شفت عينيها حسيت بيها بالدفء والمكان والموبايل ابو كمرتين. بحبها قوي على فكره. بقول لك ايه، وانت ايه اللي عجبك في مراتك؟ يعني اتجوزتها ليه؟ والله يعني لاسباب تانية خالص يعني. بس اهم حاجه بقى، انت عندك شقه ولا ما عندكش شقه؟ عندي شقه ثلاث اوض وصاله. جون. لا 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 مش جون، دي اوفسايد يا معلم. الحكم ده بيستهبل. شقه ثلاث اوض وصاله. لعلمك انا كمان كان عندي شقه ثلاث اوض وصاله، بس دوام الحال من المحال يا معلم. بس هتقابلك مشكله جامده جدا. مشكله ايه دي؟ ان اصل نجله لعلمك متمسكه بمامتها قوي قوي قوي. يعني عارف لو انت اتجوزت نجله لازم تعيش مع مامتها. ايه مامتها دي؟ لعلمك ست شيك جدا ورقيقه جدا، بس هي نجله ما بتقدرش تستغنى عنها يا معلم. جود. يا عادل على فكره انا موافق ان مامتها تيجي تعيش معانا. انت بتتكلم جد؟ وجد الجد كمان. مامتها هتعيش معاكوا؟ ايوه. وبعدين في البيت اختك اللي بتتدلع دي لغايه دلوقتي مش عارفين نقنعها ولا ايه؟ انا هخش اقنعها بنفسي. جول. بص بقى يا نجلاء، مش هينفع نفضل معلقين الواد اسبوع بحاله، يعني لازم تقولي لي ايه رايك عشان نريح ونستريح يا ماما. مش عارفة يا أبيب، بس أصل كل حاجة حصلت مرة واحدة كده وأنا اتفاجئت. وانت هتفضلي أسبوع كامل متفاجئة يعني؟ قوليلي بس إيه اللي مضايقك في الواد ده وأنا أحللك المشكلة. هو بصراحة سيس. لا دي محلولة. سيس اللي هي عاملة إزاي يعني؟ سيس يا أبي، سيس في حد لغاية دلوقتي ما عرفش يعني إيه سيس؟ يعني عيل عادي كده وغلبان في نفسه، وأنا بصراحة من زمان وأنا نفسي أتجوز كده وأتحرك كده ومجنون يعني. حرك ومجنون. انت طبعا شفتي يعني اختك متهنيه مع جوزها اللي هو انا طبعا يعني حرك ومجنون، فانت نفسك تتجوزي حد كده. طيب قولي لي انت ايه رايك، يعني ازاي نخليه ما يبقاش متسيس؟ يعني هي بتتقال ازاي؟ سيس. يعني ازاي بقى؟ فكري كده معايا يعني بصوت عالي، ازاي نخليه مش سيس؟
يعني مثلا يا بيه طريقه لبسه، هو لابس ايه النهارده؟ لابس ثانيه واحده ابص عليه واجيلك. لابس قميص ومنطلون. اهو شفت بقى؟ لا هي مشكله فعلا. طيب قولي يا ابي، هي جزمته شكلها ايه؟ جزمته هايله فظيعه، حتى لفتت نظري اول ما جه هو النهارده، قلت له جزمه دي جايبها منين يا نادر؟ فقال لي جايبها من عند راجل. ثانيه واحده ابص على لون جزمته واجيلك. لابس جزمه سودا. حد لغاية دلوقتي بيلبس جزمة سودة؟ لا ده سيس فعلا يعني. طب دلوقتي يعني يا نجلاء احنا لازم نتصرف، الواد لازم ارد عليه اقول له ايه؟ يعني يا ربي انا طول عمري كنت بحلم اتجوز واحد كده زي محمد حماقي ولا تامر حسني، في الاخر يقع نصيبي في واحد معفن زي اللي اسمه نادر ده. تامر حماقي ومحمد حسني. طلبك عندي يا نجلاء. عارف يا عادل انت جايبني هنا ليه بس؟ ما تقلقش يا نادر، انت قلقان ليه يا ابني كده؟ هو انا هظبطك. ولا يا رمزي؟ نعم يا دولا. تعالى هات فين الحاجه اللي قلت لك هاتها. اهي يا دولا. بس يا دولا الجله دي عندكم في مصر غاليه قوي، احنا عندنا في البلد ارخص، وبعدين مش في علبه كده بتتبطط كده وانتوا هتولعوا في البيت. ولع في البيت؟ جله ايه؟ يلا يلا دي اسمها جل، التانية جله، دي حاجه تانية. التانية انت طبعا اكيد بتاكلها. هات هات هات. هتعمل بيها ايه يعني دي يا دولا؟ دي بقى هعمل بيها شعر نادر عشان اظبطه. شعر ايه يا دولا؟ انت هتسمد له يا دولا؟ هو عرض دون يا دولا؟ انتوا اي حاجه بيحطها لكم في علبه تشتروها كده من غير تفكير؟ فكروا بقى. فكروا بقى وبتتنرفز عليا حاضر حاضر يا استاذ رمزي هنفكر. حاضر حاضر. عموما موضوع الجل ده فهمه لك بعدين. بص بقى نادر، دلوقتي يا سيدي انت طلعت سيس للاسف يعني طبعا، بس انا طبعا الموضوع ده مش راضيني خالص، وانا هغير لك الموضوع ده واغير وجهه نظر الناس عنك انك انت سيس. اول حاجه اعملها اعمل لك نيو لوك يا معلم. النيو لوك ده يعني عشان بس يبان شكلك واد روش، ارمي النضاره دي، ارميها، مش تشيلها بس لا ارميها. ماشي؟ ايوه كده، برافو عليك. تاني حاجه بقى الشعر، هعمل لك شويه جل في الشعر. تحب اخلي لك شعرك زي حمائي على قدام، ولا تحب اخليه زي تامر على جنب؟ دولا انا عندي فكره، يعني احنا ايه رايك نعمله هناون كده شويه على قدام وشويه على ورا كده اهو كده، نعمل له فرق كده هو يعني ده على اساس يمشي بالجنب يعني. انت بتفكر ليه؟ بتتكلم ليه انت؟ انا اسف. بص يا سيدي، اول حاجه جل، وكتر بقى الجل واخد بالك، بحيث يلحوس كده اهو في ايدك وانت بتحط على دماغك. طبعا يا عيني دماغك عمرها ما تحط لها الجل ده. وبعدين نقوم عاملين كده اهو كده اهو كده اهو كده اهو، ما تخافش خلينا انا اعمل لك. بتدوق ايه؟ بتدوق ايه باجي؟ ايوه كده. بص كده بقى ايه شكل جديد. عايزك بقى تشيل يا معلم الكرافته اللي انت لابسها دي. بس الكرافته دي عزيزه عليا قوي. عزيزه عليك ايه؟ هو ده وقت معزه؟ اتفضل رمزي خلي دي معاك. ماشي يا دولا. استنى استنى، هات هات الكرافته دي، هات الكرافته دي لو سمحت، امسح ايدي بس كده. تمام. الجله دي ريحتها حلوه قوي يا دولا. اوعى تاكلها انا بقول لك. ماشي، افتح لي بقى القميص بتاعك ده. افتح لي بس كده، انا هبرد يا عادل. يا عم تبرد ايه يا عم؟ ما تامر حسني على طول فاتح صدره يا عم، ولعلمك بيبرد، بس دي ضربت الشهره. يبرد شويه ليل ونهار، يسخن بعد كده يفتح صدره للدنيا. يلا. بس تامر حسني عنده شعر كتير هنا فبيدفيه عادي. وانت عندك تبن، ما هو برضو يا عم هيترفيك، ما تقلقش خالص. ايوه كده هو. بس يا معلم يومين تعيش بقى بالنيو لوك كده، وبعد كده افرجك. الجزمه دي اقلعها لي، اقلع الجزمه. ايه ده انت هتمشيني حافي يا عادل؟ عيب امشيك حافي ولا رمزي؟ نعم دولا. هات لي الشبشب بتاعك. لا يا دولا دي الزنوبه بتاعت امي، ما فرطش فيها حتى لو هموت. هات الشبشب يا رمزي، انا مش اديتك كرافته؟ يبقى هات لي الشبشب. خلاص ماشي، يبقى ليك عندي شبشب. ماشي هنديك الشبشب دلوقتي. هتمشي لي بالنيو لوك ده لمده يومين، اسبوع كل يوم مرتين، بعد كده هتتعود عليه وتبقى انت ونجله عاملين زي الارانب بالملوخيه. السعيد الصغير بيفهم اكتر من السعيد الكبير. ليه؟ عشان السعيد الصغير بقاله كتير من الصعيدي. بجد انا ما كنتش اعرف انك دمك خفيف للدرجه دي. نعم، هو انت كنت بتقولي حاجه دلوقتي؟ بقول لك يعني انا مش متصوره ان عادل كان ممكن يطلع منه كل التغيير ده. عادل؟ عادل ده حبيبي، هو السبب في التغيير ده كله. بقول لك يا نجلاء، كان في حاجه في قلبي بقالها كتير قوي عايز اقولها لك.
عمل فيكي ايه؟ عمل فيكي ايه غير انه جاب الواد اللي كان متقدم لك اللي كان معفن ده، عمله بني ادم ولبسه ونجره ونجمه كده وصنفره ودوكه. صنفره ودوكه ايه يا رانيا؟ بقول لك من ساعه ما عادل عمل النيو لوك الواد الزفت اللي اسمه نادر ده، وقال ايه البنات عماله تجري وراه ومش طايقني ومش شايف نفسه معايا. رانيا جوزك ده يعملني العريس بتاعي يا رانيا. انت زفت. ولا قوم يلا قوم يلا. دولا صحتني يا عم، صحتني من حلم جميل يا دولا، ده انا كنت خلاص قربت منها. قربت من مين يا صينيه بطاطس باللحمه دولا؟ سيبني بقى اكملها قبل ما تبقى. قوم يلا ولا قوم، احنا جايين ننام هنا ولا ايه؟ مش ده مكان اكل عيش؟ خش اتكل على الله، روح هات لي تمثال نفرتيتي من جوه. هو مفيش غير رمزي هنا بقى؟ لا بقى نو 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 نو، مش عايز صوت عالي، يلا اتكل على الله. ولا وبالراحه على التمثال عشان ما يتكسرش. لو سمحت كنت عايز اسالك على انت. لا 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 يا انسه، يا استاذه، يا مدام، خد هدول يا انسه. انت بتوزعني عشان كده؟ عشان كده ايه يا غبي؟ شوف لنا حل في المصيبه اللي حاصله دي. مصيبه؟ ماتت؟ ماتت ايه؟ هو انت يعني عايز مصيبه وخساير وخلاص؟ روح اتصرف اتصرف اتصرف. ماشي، ثانيه واحده يا دول، ثانيه واحده. ايه يا استاذه؟ يا استاذه يعني انت جايه يغمى عليك ايه يا استاذه؟ وسع دول. هتعمل ايه؟ هتعمل ايه يا دولا؟ ايه اللي انت بتهببه ده؟ ما تقلقش يا دولا، الجردل لسه مسحه قبلها بشهرين. الجردل اللي انت بتشرب منه هتفوق بيه الست دي؟ معقوله؟ دي ست رقيقه يا ابني، عايزه برفان كولونيا بس كده. ابو الرماميز معاه كل الحلول. اوعى يا دولا. ايه ده؟ اهو يا دولا. ايه ده يالا؟ ده برفان الليل واخره يا دولا. ده برفان اخر ليله، ليل واخره ايه يا ابني؟ لا لا لا، اشيل الافران ده من هنا يالا، وبسرعه بسرعه. يلا اتصرف اتصرف، روح على الدكتور، روح على الدكتور. ماشي. هوا يا دول هوا. بقول لك يا دولا، دكتور من اللي هو بيكشف على العيانين ده؟ لا، بيصلع عربيات، ده وقت غباوه. يلا بسرعه، يلا خلي بالك من الجردل. يلا يا جردل. يا انسه، يا استاذه، يا استاذه، طب ايه؟ اجيب ميه بسكر ولا اعمل ايه؟ يا هعمل انت بنت حصل لها ايه؟ والله ما اعرف حضرتك، ده هي دخلت كده ومره واحده راح اغمى عليها. ده انت شبهه بالظبط. شبه مين؟ احمد عز، ناس كتير قالوا لي يعني. افتح بقك كده. وحضرتك دكتور سنان؟ افتح بقك. حاضر اهو. ابتسم. كشر اهو. لف. هو في ايه حضرتك؟ سبحان الله، انت اسمك ايه؟ اسم عادل. متاكد ان اسمك عادل؟ ايوه حضرتك، هما بيقبضوا على اسمهم عادل ولا ايه؟ اصل انت مش فاهم، انا بقى هفهمك. انا جاي اعمل معاك صفقه كويسه. تحت امرك، انا عندي في البازار تماثيل كويسه جدا. يا سيدي، مين اللي قال لك بس ان انا عايز تماثيل؟ امال حضرتك عايز ايه؟ اثار يعني متهربه وكده؟ لا 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 حضرتك، ماليش انا في الاثار خالص. انا هدفع لك مبلغ كبير. حضرتك عايز الاثار دي من انه مقبره بالظبط؟ يا سيدي، انا لا عايز اثار ولا عايز مقبره، انا بنتي في المستشفى. لا 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 حضرتك، لا عايزنا ندفع يعني ثمن المصاريف بتاعت المستشفى؟ لا حضرتك، هي اللي اغمى عليها لوحديها وحضرتك شفتها بنفسك يعني. يا سيدي اسمعني للاخر، انا بنتي لما اغمى عليها اغمى عليها لما شافتك. اصل في شبه كبير قوي بينك وبين المرحوم خطيبها هاني. هاني لما مات حصل لها صدمه عصبيه، وانا اتصلت بالدكتور بتاعها وبلغته، وقال لي المفروض نستغل الشبه اللي بينك وبينه. يعني انت ممكن تعمل خطيبها وتكرهها في نفسك لحد مشكلتها ما تتحل. ايه بس حضرتك، دي يعني بيندرج تحت اسم الكذب، وانا ما احبش اكذب ابدا. يا سيدي، مين اللي قال لك ان ده كذب؟ دي كذبه بيضه. كذبه بيضه، كذبه زرقاء، انا ماليش دعوه. طب اتفضل. لا حضرتك، لا 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 اتفضل. ده برضو يعني بيعتبر كذب حضرتك، انت عارف يعني. لا كذب كذب. اتفضل.
بص حضرتك، انا ممكن اوافق بس مش عشان الفلوس ولا حاجه يعني، لكن عشان انا اساسا راجل شاعر وحساس وعندي مشاعر، فمقدر كويس قوي يعني ايه واحده تتصدم. عارف حضرتك انا اتصدمت بتاع 15 مره قبل كده، فاكتر من واحده اتصدمت فيها، بس كان لاسباب خارجه عن ارادتي. عشان كده اما بقول لحضرتك ان انا موافق فانا موافق. يعني حضرتك تحب نبتدي شغل من امتى؟ دول 15,000 جنيه، ممكن نبتدي من امتى؟ نبتدي زي ما حضرتك تحب. امتى بالظبط؟ لا يمكن، لا 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 يمكن استحمل ان انا اشوفك بتبص لواحده تانية وبارادتي الحره. بص انت عايزه بس عوامل مساعده يعني عشان تقتنع بالحكايه دي. بص يا ست، جبت لك ازازه البرفان اللي انت بتحبيها. طيب جبت لك علبه المكياج اللي كان نفسك فيها من زمان، وانا كنت بقول لك معيش فلوس وبتاع اهي. دي مش فرنساوي عادل. ايه ده؟ بلاش دي، ايه رايك في ده؟ 5,000. بص يا عادل، هو طبعا طبعا يعني انسانيا هو لو هدف نبيل اوكي زي ما انت عايز يعني عادي. كل السنين دي كنت مسافر؟ كنت مسافر، وبلاد تشيلني بقى وبلاد تحطني بقى، وفين الاكل امال؟ دبايح الدبايح. مين دول؟ دول شغالين ان هو بيخدموني يعني، لان انا صراحه جربت الرجاله، بس الرجاله بقى ما كانوش مظبوطين يعني، كانوا بياكلوا المخدرات ويحطوا لي بدلها بودره اطفال وسبيداج. في حاجه ولا ايه؟ ايه بيت الرعب اللي انت ساكن فيه ده؟ لو مش عاجبك يلا روحي، قومي روحي. لا يا حبيبي، انا طول ما انا معاك مش هخاف من حاجه ابدا. طيب يلا بقى ناكل بقى. ايه ده؟ بايدك يا حبيبي؟ بايدي. ايه في ايه؟ كلي. حاضر هاكل. قول يلا. انت بتعمل ايه؟ ايه اللي بعمل ايه؟ بحط السلطه على المهلبيه. انا كده احط السلطه على المهلبيه، وبعدين كمان باكل البطيخ جوه البتنجان. بنعمل محشي بتنجان بالبطيخ، في حاجه ولا ايه؟ ده يبقى كوكتيل جن. اعمل ايه؟ هي بتقول لك ايه؟ ما فيش حاجه، كلي كلي. طب ما تاكل انت. مش عايز اكل. ليه يا حبيبي ليه؟ انا راجل رزل، ايه عايز ايه؟ خلاص اللي تشوفه براحتك. لو سمحتوا شيلوا الاكل. ها شيلوا الاكل. ايوه انا هقوم بقى اعمل ايه؟ الخطه الف باظت والخطه بيه باظت. باظت باظت، انا هطق هموت. هاتوا الاكل اللي بيتاكل بعد الاكل. فين الترمس؟ هات الترمس. ايه ايه ايه؟ انا بحب ازبل، انا بحب ازبل حوايا. في حاجه ولا ايه؟ مفيش حاجه، وانا عملت حاجه. ها؟ انا بس عايز اسالك، فين هاني حبيبي بتاع زمان؟ فين مامتك وباباك؟ مامتك. وفين فيلة المنصوريه؟ ليه مش ساكن هناك؟ فيلة المنصوريه؟ ولا كان عندي فيلا في المنصوريه؟ انت نسيت يا هاني؟ أنا هفكرك. أنت بتخش كده بتلاقي الفيلا في وشك، وبعدين بتلاقي نافورة مية، نافورة، واليمين الباركينج، والشمال الجنينة والبيسين، ورا ملعب التنس. أنت نسيت؟ بعتهم. أنا بعت كل حاجة عشان خسرت الفيلا دي، خسرتها في الأمارة عشان راجل أمارتي، عشان راجل. وبعدين عارفة أبويا وأمي اتبريت منهم وحجرت عليهم. عايز حاجة ولا إيه؟ يا لهوي. لهوي إيه يا ماما؟ أنت نسيتي ولا يعني انت قصدك ان احنا هنبتدي من الصفر؟ لا ده احنا هنبتدي من تحت الصفر بقى، عارفه؟ هنبتدي من على البلاط. هبتدي بقى من على البلاط كده وانا عايش على البلاط، والفتره اللي جايه دي هتبقى ايه؟ ايام سودا، مش علينا احنا بس، على كل اللي هيعرفوني. بجد؟
من البلاط؟ من البلاط. واو الله حبيبي، أنا هفضل جنبك طول عمري ومش هتخلى عنك، أنا بموت في البلاط. انهار اسود انهار اسود، إيه اللي بتحب البلاط دي؟ أعمل إيه؟ أعمل إيه؟ بص يا بيبي، أقصر الطرق للوصول إلى الهدف المواجهة والضرب تحت الحذاء. حذاء إيه بس وشراب إيه؟ أنت مش فاهمة، مش فاهمة يا رانيا. إذن لابد من وقفة حاسمة، بعد التفكير، بعد التروي، شوية اندفاع، شوية سادية، وتقول لها كده في وشها يا ست أنا متجوز وعندي بنت. أيوة بس على فكرة يعني ده كده ممكن تزعل جدا. يا سلام، والله أمال إحنا كنا بنعمل التمثيلات دي كلها ليه؟ ما ده لا تكون صدقت نفسك يا عادل يا سعيد. لا 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 لا، ما صدقتش نفسي ولا حاجه، بس يعني اعتقد ان دي مش هتبقى نهايه سعيده. احسن ما اخليها لك فيلم رعب يا عادل. خلاص نخليها دراما واطلع اقول لها. ياسمين تعالي يا حبيبتي اقفي جنب بابي. بابي هالبوسه. نرمين، في حاجة مهمة جدا عايز أقولها لك. يعني قولي يا حبيبي. بصراحة يعني أنا متجوز، والست دي مراتي، والبنت دي بنتي، والست دي أمي. وده بابا، وده جوزي، وده ابني. هاني تجوزت واحدة غيري يا هاني؟ صراحة يعني اتجوزت غيرك لأن أنا أساسا راجل فلاتي. يعني إيه فلاتي يا ماما؟ أنا عارف. حبيبي دي حريتك، بعدين الشرع ادالك الحق انك تتجوز اربعة، واذا كان على بنتك فانا هعملها زي بنتي بالظبط. بحبك اعمل ايه؟ ربي بص صبري بدا يستنفذ كل اغراضه. خدي دي بقى، خدي دي. بصي عارفه الناس دي انا هاجرها خالص وما بصرفش عليهم خالص. برافو عليك، انت كده بتعلمهم ازاي يعتمدوا على نفسهم. انا كل حاجه اللي عايزاها في راجل لقيتها فيك. انا بحبك قوي قوي. بص انا هصرف على البيت. طب بقول لك ايه، ما دام هتصرف على البيت ما اتجوزها وتصرف عليه. فكرتك امك. بلاش 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 امي، خلاص بلاش بلاش. يا جدع يا جدع يا جدع. طيب ايه ده ايه ده؟ دي خمره يا بنت، خمره. انا سكري وبتاع كوبايه. دي كوبايات؟ الله، حتى احسن من شغل البازار العجيب بتاعك ده. انا ريس وكوبايات، بقول لك خمره، دي خمره. بقول لك ايه، انت حطيتي فيها ايه البتاعه دي؟ انا خروب وحطه لك بايديا دول يا حبيبي. امال ليه حاسس انها ابتديت اسكر؟ يا نهار اسود. انا دي خمره يا بنت، انا سكري ودي خمره. عايز حاجه؟ تشرب خمره يا هاني. ايه ابتديت تكرهيني يا حبيبي؟ لازم الست تقف جنب حبيبها في كل المواقف، ويعني في الصح بقى في الغلط ما يفرقش. بص انا هقف جنبك واخدمك بعناية، مش هسيبك ابدا ابدا. تحب اجيب لك تايك؟ اوكي. لا انت مش فاهماني، انا صايع يعني، انا بقى بتاع رقصات وبتاع موالد، وبمشي قاعد اشرق جيوب الناس واخد محافظهم واخد فلوسهم. لا موالد، يعني عندك نزعات فنيه. انا كمان بحب الفولكلور. فولكلور ايه اللي انت عارفاه فولكلور؟ اللي انا بعمله بقى مش فولكلور ده. انا يعني خش يا مولد. ازيك نرمين؟ انا عايز اعترف لك بحاجه. اعترف لي. انا عيل طول عمري بحب البراءة. لا يعني انا عيل بحب البس اللبس بتاع العيال كده اهو، يعني من الاخر انا متصابي. حبيبي انا عارفه ان تحت اللبس ده في راجل جد جدا جدا جدا. ايوه يعني بس عارفه انا بحب اقعد على الناصيه واقعد اعاكس البنات بتوع ثانوي كده هم معديين.
ده عشان انت احساسك بالجمال حلو فانت بريء. طيب عارفه انا بلعب جيمز. ايه المشكله؟ بتحب المنافسه الشريفه. يا نهار اسود. طب بصي من الاخر انا بقعد العب في مراخيل. الفراغ اللي عندك انا بقى عامله لك. طيب انا بحط جل في شعري. بس ده شعرك قصير قوي. هطول شعري جدا واحط فيه جل، ولعلمك بقى انا مثلي الاعلى سعد الصغير. عشان انت قلبك كبير. طيب انا ماشي. رايح فين بس يا هاني؟ رايح عندي تدريب رقص، ما انا ما اقدرش اعيش من غير رقص، لان الرقص عارفه هقول لي. بقى اسمعني بقى يا عم بقى. عايز ايه؟ اخلص. بص بقى في الفكره دي يا ندوله، احنا من الاخر كده هون يعني نجيب اتنين رجاله يضربوك. انت عايزنا اتضرب وساكت من الصبح عشان تقول لي اتضرب؟ اضرب استهبل يالا. يا دوله لا، ده كده وكده يا عم، وانا اعملها معاك يعني؟ يضربوني ازاي يعني؟ طيب ممكن تبقى فكره والله، هتلاقيهم فين العيال دي؟ ما تقلقش يا دوله، ده انا بالرماميز. بص انا تكتكت وعملت كل حاجه وبعت اوصي على اتنين ايه رجاله ياكلوا الزلط. حلو، يبقى بعد ما يخلصوا اكل زلط هاتهم لي على هنا على طول. ماشي ماشي يا دوله. بقول لك ايه بقى يا معلم، ايدك بقى على 100 جنيه علشان اوصي عليهم، ده رجاله يعني. هياخدوا 100 جنيه؟ اه ماشي، بس على شرط. اؤمر يا دوله. انا اللي اضربهم الاول. ماشي يا دوله، بس كده دول رجالتنا يعني. طيب اجري انا بقى الحق ابلغهم في البيت عشان يستعدوا اقول لهم على الخطه الجديده دي. اول مره تفكر صح يالا. اوعى اوعى. مع السلامه يا دوله. السلام عليكم. وعليكم السلام، اتفضلوا رجاله. احنا استنينا لما الاستاذ عادل خرج وقلنا نجيلك بقى احنا على طول. مية مية. وانت هتقفشنا كام بقى في المصلحه دي ان شاء الله؟ ان شاء الله كل واحد 5 جنيه. 5 جنيه؟ اسمة العدل، انا واخد 100 جنيه. اذا كان كده بقى ماشي. خلاص اتفقنا؟ ربنا معاك. شكلها جدا. اهلا اهلا، وحشتني. وانتي وحشتيني قوي صراحه يعني. اهلا وسهلا اهلا وسهلا. كنت عايز اقول لك على حاجه يعني. انت كنت بتقولي ان انا عاجبك على اساس ان انا راجل ولي عضلات وكده، مش كده؟ عضلات هي خست شويه بس لسه قويه. يعني حاسه ان انا قوي جدا واقدر اغلب اي حد او كده؟ طبعا يا حبيبي، انا عارفاك كويس جدا. عارفاني كويس جدا. ايه ده الجرس بيضرب؟ يا ترى مين؟ يا ترى مين؟ يا ترى مين؟ يا ترى مين اللي جاي لنا؟ يا ترى مين؟ يا ترى مين؟ الله يبارك عليك يا ده رمزي، جايب رجاله تاكل الزلط بالعربيه بتاعتها. هو انت اللي بتوصلوا الضريبه للمنازل؟ الشغل مستنيكوا جوه يا رجاله. ايه بيت المجانين ده؟ هشوف عايزين ايه دول. ايوه ايوه، خير تحت امركم. عربيه حضرتك زنقت على عربيتنا وعايزين نخرجها. طيب ما تخرجوهاش، وانا مالي عنكم ما خرجتوها. عايزين حاجة تاني؟ يا عم احنا ورانا تدريب حديد وتأخرنا. انتوا لسه بتتدربوا؟ ايه؟ هتفضلوا تتدربوا لإمتى في السن ده؟ وبتتدربوا أمال هتلعبوا إمتى؟ تلعبوا إمتى؟ إيه ده ما انتوا بتلعبوا أهو؟ كمان بتضرب؟ اتفقنا إن أنا أضرب الأول. لسه شفت ده؟ Oh,
عادل ما تقومي يا عادل، ما هي مش شايفاك، هيقوم بقى. يا عم ما تعيش في الدور وتصدق نفسك بقى. ايه ما بتردش ليه؟ عادل عادل باين عليه متقمص بجد وفاكر نفسه مضروب بجد. يا عادل 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 حبيبي البوليس مشغول مش بيرد عليا. شيلي يا ماما شيلي معايا. شيلوني دخلوني يا ماما جو. شيلي شيلوني يا بنتي. شفتين وانا بتضرب؟ شفتك. كرهتيني؟ بالعكس ده انا حبيتك جدا. شفت قد ايه انت شجاع، دخلت بينهم مع ان قدتك مرتين. الرجاله دول ضخمين جدا. حبيبي مصاريف العلاج كلها عليا. هاتيهم بقى، هاتوهم يكملوا عليا، هاتوهم يكملوا عليا ويموتوني ونخلص بقى. بالراحه يا حبيبي، ده انت عندك جروح فظيعه. بالراحه على نفسك لا يطقلك عين. ظهري عيني رجلي اتكسرت ولا ايه؟ ايه ده؟ ايه رجلي؟ لا الا على رجلك. دي تعويره. عوروني. لا ده شعر في رجليك. طب عادي يعني؟ لا مش عادي، انا بعرف جدا من الشعر. بتكره الشعر بتاع رجلين؟ لعلمك بقى انا عندي شعر كمان في ايديا. وعندي شعر في صدري. واقول لك كمان عندي شعر دقني ده بيطول جامد جدا، بس انا بحلقه كل يوم الصبح. مش قادره اصدق. لا مش قادره. وعندي شعر ده بقى بيبقى يعني. انت خلاص كرهتيني كده ولا ايه؟ انا كرهتك وكرهت حياتي كلها. كده اقدر اموت وانا مستريح. السلام عليكم. خدني من هنا، انا مش عايزه اقعد في البيت ده ولا ثانيه واحده. يلا الحمد لله. دولا السلام عليكم. دولا انا الاثنين اللي انا كنت متفق معاهم علشان يجوا يضربوك ساقوا في النداله بقى وطلبوا 5 جنيه زياده، فانا بقى فركشت الموضوع. لا انت مين؟ انا والله العظيم ما كلمتها حضرتك. انا الاستاذ رمز الجمال مروض تماثيل. انت نسخه من خطيبها الاولاني. انا مسخه؟ انت نسخه، وانا اتفاقي هيكون معاك انت شخصيا.